بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأبناء الأعزاء طلبة وطالبات الثانوية العامة المرحلة الثانية أهلا ومرحبا بكم معكم يتجدد لقاؤنا الأسبوعي الثامنة من مساء الأربعاء من كل أسبوع ولغة الضاد لغة المشاعر والأحاسيس والذوق الرفيع لغة القرآن الكريم اللغة العربية محدثكم محمد الكردي يحييكم بتحية مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته دعونا في ضيفنا الجليل الأستاذ الكريم الأستاذ محمود زكي مدرس أول اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أهلا بحضرتك أستاذ محمود أهلا يا أستاذ محمد وأهلا بطلابنا الأعزاء اللي بيتابعونا جئنا إليكم من جديد نعلم حاجتكم الشديدة إلى الأسئلة التي تدور في أذهانكم لتطرحوها علينا لتجدوا كل الاجابات الموفقه باذن الله جينا اليكم ولسان حالنا يقول يهمسون وبكل شوق للاجابه يسالون بنجاحهم من يكترث لسؤالهم من يسمعون جينا اليكم بالمحبه والوفاء داعين بالتوفيق من رب السماء يا كل طلاب الشهاده ابشروا بمدرسة على الهواء هيا نبدأ من جديد ولكم تحياتي. أيها الأبناء الأعزاء أتحفنا وأتحفكم الأستاذ محمود بما قاله من كلمات جليلة أعلم أنكم دائما وأبدا تنتظرون العمود الفقري للغة العربية النحو. ما رأيكم إذا ما بدأنا هذه الحلقة ببعض من الموضوعات المقررة؟ لكن قبيل ان ابدا في المناده والمدح والذم وقد يكون الممنوع من الصرف احد الزملاء لكم على صفحه مدرسه على الهوى على الفيسبوك طلب منا ان نتعرض في عجاله لدرس الاستثناء استاذ محمود اذا ما اردنا ان نتعرض مع ابنائنا الطلاب لدرس الاستثناء اولا يا ترى اذا ما قلنا حضر التلاميذ الا تلميذ هذا الاسلوب بما نسميه؟ حضر التلاميذ الا تلميذا هذا الاسلوب نسميه اسلوب الاستثناء مما يتكون يا ترى؟ يتكون من ثلاثة اشياء يا ترى الاسم الذي يقع بعد الا ماذا نسميه؟ نسميه المستثنى استثنيناه ممن؟ استثني استثنيناه من المستثنى منه وهو التلاميذ وهو نعم اهناك اداه تدل على الاستثناء؟ نعم وهي اداه الا اذا تريد ان تقول ان اسلوب الاستثناء يتكون من ثلاثه اجزاء المستثنى منه اداه الاستثناء المستثنى لكن استاذ محمود اذا ما اردنا ان نعرض ذلك لأبنائنا الطلاب في لوحة مكتوبة حتى يسجل منهم من يريد أجزاء أسلوب الاستثناء تمام يا ترى ماذا كتبت لأبنائنا؟ موجود على الشاشة إن شاء الله أسلوب الاستثناء وبيتكون هذا الأسلوب من رقم واحد المستثنى منه وهذا المستثنى منه يعرب بحسب موقعه في الجملة كذلك رقم اثنان أداة الاستثناء، أما الثالث الركن الثالث وهو المستثنى الذي يقع بعد هذه الأداة مباشرة. هيا بنا نعرض جملة من الجمل حتى نطبق لأبنائنا الطلاب إذا ما قلنا مثلا قرأت الكتب إلا كتابا وأنتم أيها الأبناء عليكم أن تهتموا بالقراءة فهي زاد العقل والمعرفة. استاذ محمود اذا ما قلنا قرات الكتب الا كتابة تماما نعم هل يا ترى هناك استثناء أه هيا بنا نتباحث نتباحث مع ابنائنا الطلاب يعني لو نظرنا الى هذه الجمله في عجاله نعم. سنجد ان هذه الجمله بها الاركان الثلاثه التي تحدثنا عنها استاذ محمد الركن الاول الركن الاول وهو المستثنى منه وهو كلمه الكتب الكتب نعم هذا محمود. المستثنى منه استثنينا منه شيئا اخر وهو وهو كلمه كتابا اذا ما اردنا اعراب المستثنى منه فما اعرابه يا ترى أه حتى يعني لا يغيب على ابنائنا الطلاب أه لابد ان يعرب المستثنى منه بحسب موقعه في الجمله يعني لو قلنا قرات الكتب من الذي قرا انا وما الذي يعود عليك انت في الجمله القراءه يعني قراءه هذه التاء والتاء نعم التاء الضمير, الضمير الضمير نعم في كلمه قرات هذا الضمير يكون مبنيا نعم هو مبني على ما ينطق به يعني نقول قرات اذا هو ضمير مبني على اه على الضم الضم في, في نعم. محل اه في محل رفع فاعل قرأت ماذا؟ الكتب ما الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ أجاب اه يا فعل... استاذ محمد هو المفعول به هو كلمه الكتب نعم وما اعرابها؟ يعرب مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتحه الظاهره استاذ محمود هيا بنا ننظر الى هذه الجمله اولا الاسم الواقع بعد الا يا ترى ما علامه ضبطه؟ لو نظرنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة كتابا سنجد أنها بكل تأكيد منونة بالنصب بالفتح أو بالفتح والفتح نعم. والفتحة هي علامة, علامة النصب تمام إذا الاسم الواقع بعد إلا في هذه الجملة هو منصوب إذا نريد أن نبين لأبنائنا الطلاب الحالة الأولى للمستثنى اعلموا أيها الأبناء نحن نراجع الآن نحن درسنا شرحنا الدرس في حلقة سابقة إلا أننا نراجعه وأنتم تعلمون أن هناك حالات للمستثنى تعلمون اذا كان الكلام تاما مثبتا تاما مثبتا؟ نعم ما المقصود بالتام المثبت؟ لو نظرنا الى هذه الجملة سنطبقه بكل تأكيد نعم التام أي المستثنى منه مذكور في الكلام وهو كلمة وهو كلمة الكتب ومثبت؟ نعم مثبت لأنه لم يسبق بأداة نفي إذا الكلام تام مثبت أيها الأبناء انظروا إلى الاسم الواقع بعد إلا ما علامة ضبطي بالضبط الفتحة والفتحة كما قلنا علامة النصب إذا إذا هو منصوب اذا نريد ان نستمع الى القاعده نعم نقول ان اول حالات جمل الاستثناء ان تكون الجمله تامه ومثبته نعم. وتامه معناها ان يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام نعم. ومثبته اي ان هذه الجمله غير مسبوقه باداه من ادوات النفي وفي هذه الحاله الاسم الواقع بعد الا يجب نصبه على الاستثناء بمعنى انه يعرب مستثنى منصوبا دائما اذا ما اعراب كتابا اس نعم. محمود قول مستثنى نعم منصوب منصوب وعلامه النصب الفتحة الفتحه تمام لكننا اذا ما انتقلنا الى الجمله الثانيه ما قرات الكتب الا ونتوقف تمام. استاذ محمود هذه الجمله بما تبدا تبدا بما وما نوع ما ما نافيه اذا الجمله منفيه تمام طالما انها بدات باداه نفي فهي منفيه من اذا ما اردنا ان نبين المستثنى منه فاين المستثنى منه كلمة الكتب أيضا الكتب تمام وأعربناها في الجملة الأولى أنها مفعول به مفعول به نعم ماذا؟ منصوب, منصوب علامة النصب الفتحة أستاذ محمود أنا أريد أن أشارك أبناءنا الطلاب الآن إذا ما اردنا أن نكمل بمستثنى فماذا نقول يا ترى أكتب أستاذ محمود نعم ما أ... قرأت الكتب إلا أيها الأبناء لابد أن تفكروا تفكيرا جيدا حتى تستطيعوا ان تتوصلوا إلى الاجابة الصحيحة أعلموا وأذكر أن الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما مثبتا فإن الاسم الواقع بعد إلا واجب النصب لا بد أن يكون منصوبا أما الجملة الثانية إذا كان الكلام تاما منفيا أستاذ محمود ماذا كتبت أستاذ محمود؟ كتبت كلمة كتابا أيضا يا أستاذ محمد كتابا نعم والسهم الاخر ايضا كتابا نستطيع ان نكتب في السهم الاخر نعم كلمه كتابا أيضاً. ايها الابناء الاعزاء ماذا تلحظون كلمه كتابا نعم منونه بماذا يا استاذ محمود آه، بالفتحه ايضا يا في المرتين محمد. نعم هيا بنا نعالج المره الاولى تمام. كتابا الاولى نعم. الكلام تام تام كما اشرنا يا استاذ محمد ان كلمه الكتب مذكوره هنا وهي المستثنى منه التي استثنينا منها كلمه كتابا نعم اذا الكلام تام ولكنه منفي، يعني يختلف عن الجملة الأولى أن الكلام في الجملة الأولى تام من مثبت أما هنا فالكلام تام من منفي إذا ما نظرنا إلى كلمة كتابا ما علامة ضبطها أولا؟ هي مفتوحة بالفتح نظ... نعم منصوبة تمام إذا نأخذ الجانب الأول نعم إذا كان الكلام تاما من منفيا يجوز يجوز وسنتوقف تمام حتى يفكر أبناؤنا الطلاب معنا نعم. منصوبه اذا الوجه الاول مستثنى منصوب, منصوب. نعم تماما تمام. نكتب بعد اذن حضرتك على الاولى مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه ايها الابناء لكن اذا ما اردت ان اشارككم معي وبينت لكم ان هناك علاقه من حيث الاعراب بين المستثنى وبين المستثنى منه يا ترى ما هذه العلاقه المستثنى الاعراب الثاني الاسم الواقع بعد الا يتبع المستثنى منه يا ترى التوابع ما التوابع يا استاذ محمود؟ التوابع هي النعت والتوكيد والعطف والبدل هذه الكلمه تصلح ان تكون توكيدا؟ لا تصلح ان تكون نعتا؟ ولا تصلح ان تكون نعتا؟ تصلح ان تكون معطوفا؟ اعتقد لا ايضا اذا <applause> لم يبقى الا البدل ايه البدل؟ نعم نعم اذا نريد تلخيص هذه القاعده لابنائنا الطلاب تقول القاعده اذا كان الكلام تاما منفيا ففي هذه الحالة يجوز في المستثنى الواقع بعد الا ان ينصب على الاستثناء ويجوز ان يكون بدلا من المستثنى منه. اذا هو لابد ان يحدد اعراب المستثنى منه تمام لان البدل يتبع المبدل منه تمام والمستثنى منه في هذه الجملة هو مفعول به منصوب بالضبط اذا البدل منصوب ايضا اذا البدل منصوب نعم ونقول بدل منصوب وعلامة النصب ايضا الفتحة. هذا ايها الابناء لان المستثنى منه منصوب، استاذ محمود لو ان المستثنى منه مثلا يكون مرفوعا او يكون مرجوع مجرورا الحقنا بهذه الجمل نعم ماذا تقول الجمله الان استاذ محمود؟ تقول هذه الجمله ما فاز المتسابقون الا ونتوقف تمام تم؟ نعم المتسابقون موجوده منفيه منفيه بدأت ما أبناء. بعد الا ايها الابناء له اعرابان نعم نعم ماذا؟ إما أن يكون بالضبط أنا أتوقع أنكم تقولون الآن إما أن يكون مستثنى منصوبا وإما أن يكون بدلا بدلا لماذا؟ للمستثنى منه تمام أستاذ محمود ما فاز المتسابقون؟ ما إعراب المتسابقون؟ آه فاز فعل ماضي مبني على الفتح والمتسابقون هم الذين فازوا هم الذين قاموا بالفوز إذا هم الفاعل فاعل نعم مرفوع مرفوع يعني هو مضبوط مرفوع ولذلك نقول إنه فاعل مرفوع علامة رفع الواو, الواو. لأنه جمع مذكر اذا اذا ما اردنا ان نكمل ماذا نقول؟ نقول مثلا ما فاز المتسابقون الا متسابقا تمام والاخرى انا اراهن الان انكم تريدون ان تقولوا اكاد استمع اليك بالضبط كما يقول استاذ محمود بالضبط يا استاذ محمد لانهم علموا ان الاعراب الثاني سيكون تابعا للمستثنى منه نعم وسيكون بالتاكيد بدلا كما قلنا بالضبط والبدل يتبع المبدل منه في الاعراب المبدل منه المتسابقون اعرابه فاعل مرفوع مرفوع اذا البدل مرفوع اذا نقول متسابق تمام ايها الابناء الاعزاء في جمله الاستثناء لابد ان تقرا الجمله جيدا حتى تستطيع ان تتوصل الى الاعراب الصحيح عليك ان تبين الاجزاء هذه الجمله تامة، غير تامة، مثبتة، منفية، لابد أن تفكر حتى تستطيع أن تصل إلى الإعراب الصحيح. لكن أنتم الآن في موضع اختبار. لو أن الممتحن أتى بالجملة الأولى ما فاز المتسابقون أستاذ محمود إلا متسابقا وأتى في الامتحان بكلمة متسابقا. إذا هو يريد منك إعرابها ماذا؟ أن تقول إن هذه الكلمة مستثنى. لكنه إذا ما أتى ما فاز المتسابقون الا متسابق واتى بكلمه متسابق اذا هو يريد منك ان تعرب هذه الكلمه بدلا فعليك ان تجيب كما يريد الممتحن ليس كما تريد انت نعم على حسب الضبط يا استاذ محمد نعم. اذا وجد الضبط يعني منصوبا يعلم انه يريد ان تكون ان يكون الاعراب مستثنى منصوبا نعم. واذا لم يكن مضبوطا بعلامه النصب وهي الفتحتان فيكون في هذه الحالة مرفوع وهو البدل. إذا الجملة الثالثة ماذا تقول؟ تقول لا تسلم على أحد إلا لم أسلم على أحد إلا أو لا تسلم على أحد إلا تماماً نعم أيها الأبناء نحن أردنا تغيير إعراب المستثنى منه حتى لا يرسخ في ذهنك أن البدل له صورة ثابتة أتينا بالمستثنى منه مرة وهو منصوب وفي الجملة الثانية كان المستثنى منه مرفوعاً وفي الجملة الثالثة أنا أتوقف حتى نتحاور معا استاذ نعم. محمود ماذا تقول الجمله تقول لا تسلم على احد الا او ما سلمت اجعل او جعل ما, سلم. ما أسلمت نعم. او لا اسلم نعم. تماما تمام ما سلمت على احد الا حتى تكون الجمله واضحه لابنائنا الطلاب تمام تمام نعم الا الا ماذا يا ترى أه نستطيع ان نقول مثلا واحدا وواحد تمام او تلميذا او تلميذا او صديقا او صديق ايا كان نعم تماما اكتب الجمله كده يا محمود لا اسلم على احد الا الا, إلا تلميذا مثلا تماما او تلميذا تمام تمامًا. تماما نعم هذه الجمله استاذ محمود منفيه نعم هي نعم. منفيه تامه تامه المستثنى منه احد كلمه احد اعرابه اسم مجرور وعلامه الجر الكسر اذا ما بعد الا له له اعرابان الوجه الاول منصوب على الاستثناء الوجه الثاني بدل من المستثنى منه مجرور مجرور علامه الجر الكسر اذا خلاصه القول اذا كان الكلام تاما منفيا فان الاسم الواقع بعد الا له اعرابان اما ان يكون مستثنى منصوبا واما ان يكون بدلا للمستثنى منه لكن استاذ محمود اذا ما اتينا الى الحاله الاخيره و قلنا لم يحضر إلا علي أيها الأبناء لابد أن تفكروا لم يحضر إلا علي يا ترى بما بدأت الجملة نعم تقولون بلم وما نوع لم تقولون إنها أداة نفي وجزم وقلب نعم أداة نفي يا محمود تمام إذا الجملة منفية أهناك مستثنى منه آه هيا نتباحث يا محمد علي وهو المستثنى نعم مما استثني لا يوجد مستثنى منه لا يوجد، ولذلك نستطيع ان نقول اذا كان المستثنى منه موجودا في الكلام فالجملة تكون تامة. إذا إذا لم يكن المستثنى منه مذكورا في الكلام فالجملة تكون عكس التامة ناقصة؟ نعم الكلام ناقص الكلام ناقص ومنفي إذا لا يوجد استثناء تمام في هذه الحال ماذا نفعل حتى نعرب الاسم الواقع بعد إلا؟ اعتقد أننا لو حذفنا أداة النفي وأداة الاستثناء سيستقيم المعنى كما هو إذا كما ابين دائما وابدا لابنائنا الطلاب اضع اليد اليمنى على اداه النفي واليد اليسرى على اداه الاستثناء وعليك ان تقرا الجمله فاذا ما قرات الجمله بهذه الصوره ماذا يقول استاذ محمود يحضر يحضر علي علي اذا يحضر فعل وعلي فاعل فاعل مرفوع تمام. مرفوع وعلامه الرفع الضمه اذا ايها الابناء الاعزاء اذا كان الكلام ناقصا منفيا فان الاسم الواقع بعد الا يعرب حسب موقعه في الجمله تمام تمام يا استاذ محمود نعم. آه هم درسوا الاستثناء بغير وسوى وفي عجاله ان حالات الاستثناء مع غير وسوى المستثنى مع غير وسوى اعرابه ثابت يعرب مضافا اليه مجرورا وانتم تعلمون في قاعده سابقه الاسم الواقع بعد غير وسوى يعرب مضافا اليه مجرورا تمام اما اما غير استاذ محمود غير طيب سوى تاخذ الحكم الاعرابيه للاسم الواقع بعد بعد ال تمام. نعم. تماما نعم فاذا الكلام اذا كان الكلام تاما مثبتا غير تعرب مستثنى منصوبه تعرب النصب على الاستثناء تمام تماما واذا كان الكلام تاما منفيا تعرب منصوبه على الاستثناء او, أو؟ بدلا تماما واذا الكلام اذا كان الكلام فيها ناقص ناقصا منفيا تعرب حسب موقعها في الجمله طب ما رايك اذا ما ربطنا بجمله لا يكافئ إلا المتفوقون لا يكافئ إلا المتفوقون تمام. عليكم أن تتفوقوا أيها الأبناء والأعزاء فمصر في حاجة اليكم فكروا لا يكافئ إلا تماما نعم من المتفوقون تمام هذه الجملة اسم محمود مثبتة أم منفية من منفية منفية نعم. تامة أم ناقصة؟ هي ناقصة أيضا إذا ما بعد إلا؟ يا رب بحسب موقع في الجملة نضع اليد اليمنى واليد اليسرى؟ لا وإلا نقول؟ يكافأ المتفوقون يكافأ؟ تمام من أي أنواع الأفعال من حيث الزمن؟ هو من حيث الزمن فعل مضارع فعل مضارع؟ تمام, تمام. أوله ما علامة ضبطه؟ مضموم مضموم نعم. وما قبل اخره مفتوح هذا يذكرنا بشيء يذكرنا بالفعل المبني للمجهول اذا هناك ما يسمى بنائب الفاعل اذا ما اعراب المتفوق نقول انها نائب فاعل مرفوع وعلامه الرفع الواو لما الواو لانها جمع مذكر سالم اذا ما طلبت منكم مشكورا استاذ محمود سؤال ياتي لابنائنا الطلاب احذف الا واضع غير بدلا منها تمام. واعرفها وما بعدها تمام. نقول نقول لا يكافئ غير غير انا اريد ان اتناقش معكم ايها الابناء لما غير استمعتم منذ قليل غير تاخذ الحكم الاعرابي للاسم الواقع بعد الا وما تمام بعد الا هنا نائب فاعل إذا غير ما إعرابها ستكون نائب فاعل مرفوع, مرفوع الضم وعلامه رفع الضمه تمام والمتفوقين اسم محمود ستكون مضافا اليه مجرورا دائما وعلامه الجر الياء لانه ايضا جمع مذكر اما الاستثناء بخلا وعدا وحاشا ما بعد خلا وعدا وحاشا اما ان يكون اسما مجرورا واما ان يكون مفعولا به منصوبا اما اذا سبقت عدا وخلا بما المصدريه فما بعدها يكون مفعولا به منصوبا. ايها الابناء الاعزاء بعد ان عرجنا على درس المستثنى بسرعه ننتقل الى درس من النواص من منصوبات ايضا